يوم كل الفضل ويوم كل التقدير انهم وصلوك لهذه المرتبه. فانا بحييهم تحيه خاصه لاولاد الامور، بحيي الساده اعضاء التدريس في الجامعه والسلام على الرسول الشيخ حميد في المدرسه، الساده المعلمين في المدارس، يعني الخبرات هذه النوعيات. انا اشكر حضراتكم جميعا، اتمنى ان احنا كل يوم نسمع اللي جديد على ارض مصر وموت ان شاء الله على ارض مصر. وارجوكم وفيكم عدد وصلتوني، وارجوكم ان شاء الله نشوفكم في مرتبه افضل. وبالمناسبه دي جنب السيد عبد الفتاح المدرسه وشوش الكلمه كده في قلبي كل الحاضرين دول جامعه في الهندسه استعجلنا في رسول لهم دورات في خلال الصيف، سواء في الكمبيوتر او في اللغه مثل الكلام من كان كل واحد دورتين من كان.